أولا علينا أن نعترف بالفشل. بعض الناس يرفض الفشل، يقول لك لا أنا ما فشلتش، هم اللي فشلوني، هم سبب فشلي، هم المتسببين في فشلي. الاعتراف والقبول، أول شيء أقبل أنك أنت فشلت، ما نجحتش مثلا في البكالوريا. طيب حدث هذا الفشل، خلينا أول شيء نتقبله، خلو مرور، لأنه هو تقيل الفشل. كاين بزاف ناس يكرهوا الفشل لأنه هو طعم الهزيمة مرة دائما تقيلة، هو فيه ألم، الفشل يسبب لنا الألم، لهذا كل الناس تخاف من الفشل، تهرب من الفشل. بعد ما تتقبل هذا الفشل يبدأ التفكير المنطقي العقلاني، أنه أنا ليش فشلت، علاش فشلت، لماذا؟ أكيد كان في أسباب. أبحث أنت، اكتب في ورقة، أعمل اللي هو العصف الذهني تاعك، أنك كيفاش أنا فشلت؟ هل هو لأني أنا قصرت مثلا في الشيء اللي كنت نقدمه، ربما أنا استعجلت، ربما أنا الطريقة اللي استخدمتها والاستراتيجية اللي استخدمتها ما كانتش مناسبة، ربما عنصر الوقت، ربما عنصر المفاجأة. طيب هذه خطوة رقم 2. ننتقلوا للخطوة الثالثة وهي مهمة جدا، كيف أنا أحول فشلي إلى نجاح؟ يعني في المرة القادمة لما نعاود نبدأ نفس المرحلة، وش هي الأخطاء اللي أنا نتجنبها، وش هي الأشياء اللي نركز عليها؟ دائما ركز على الأشياء الحلوة والأشياء اللي أنت عملتها في حياتك حتى لو كانت بسيطة. أحيانا احنا نقولوا أنا ما عملتش أشياء كبيرة في حياتي، أنا فاشل. أولا ابتعدوا على كلمة فاشل، أنا ضد.